جدع. لا لا عزيز اللي مش عارف. بالنسبة لنا وبالنسبة قدر أكبر من يومين. بوتين يوجه رسالة للقوات الروسية الخاصة في أوكرانيا. اليونان تستدعي سفير موسكو بعد مقتل 2 من مواطنيها خلال قصف روسي بأوكرانيا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أوكرانيا ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أوكرانيا. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. بوتين يوجه رسالة للقوات الروسية الخاصة في أوكرانيا. شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد خلال كلمة تلفزيونية القوات الخاصة الروسية، وخص بالذكر من يؤدون واجبهم العسكري ببطولة في أوكرانيا، وبث الكرملين الكلمة على موقعه على الإنترنت. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين قوله الأحد إن وفد روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، فيما ستعد أول مفاوضات منذ أن بدأت روسيا غزوها في 24 من فبراير الجاري. وقال المتحدث ديمتري إن الوفد الروسي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئيس فلاديمير بوتين، وينتظر وصول نظرائهم الأوكرانيين إلى مدينة غوميل في بيلاروسيا. ونقلت وسائل أعلام روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا مستعدة لبدء محادثات وإن موسكو تنتظر الآن الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي المحادثات في مينسك كان يمكن أن تعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا. وفي حديثه عبر تقنية الفيديو الأحد حدد زيلينسكي وارسو أو بورتسيل أو إسطنبول أو بودابست أو باكو كأماكن بديلة. اليونان تستدعي سفير موسكو بعد مقتل 2 من مواطنيها خلال قصف روسي بأوكرانيا. أعلنت اليونان اليوم السبت أنها ستستدعي السفير الروسي للاحتجاج على مقتل 2 من المدنيين من أصل يوناني خلال قصف قرية أوكرانية، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس مساء السبت. وأشارت وزارة الخارجية اليونانية إلى استدعاء السفير الروسي إلى مقر الوزارة يوم الأحد، مضيفة أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس وجه بشكل عاجل بحماية أكثر من 100,000 من أصل يوناني في أوكرانيا. وجاء في بيان الوزارة بالأمس بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية، وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض. صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقاً لخطة العملية. الدفاع الروسي تأمر قواتها بشن هجوم بكافة المحاور بعد رفض كييف التفاوض. أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا. وجاء في بيان الوزارة بالأمس بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية، وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض. صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقاً لخطة العملية. وأضاف البيان تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوجانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور في إطار الخاصة في أوكرانيا وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو مقابل جهود لبدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. حتى الساعة 3:30 فجرا بكييف، إليكم ما يحصل بالغزو الروسي.
تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس يومها الرابع الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل خلال الليلة الماضية حتى الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية كييف. انفجاران كبيران بالقرب من كييف واشتعال صهاريج نفط. أضاء انفجاران كبيران سماء الليل في الجنوب الغربي من كييف في وقت مبكر من فجر الأحد حول منطقة فاسل كييف على ما يبدو، على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب كييف، وهي بلدة يوجد فيها مطار عسكري كبير وخزانات وقود متعددة. بعد فترة وجيزة تحققت CNN من مقطع فيديو لحريق مستعر في منطقة تخزين النفط في قاعدة فاسل كييف الجوية. تواجه روسيا مقاومة أشد مما كان متوقعا من الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى صعوبات غير متوقعة في إمداد قواتها، حسب ما قال مسؤولان أمريكيان رفيعان على معرفة مباشرة لشبكة CNN. وناشد الرئيس الأوكراني الأوكرانيين لمقاومة الغزو، ودعا أولئك الذين يعيشون في الخارج للعودة والدفاع عن البلاد، كما رحب بالمتطوعين من الخارج قائلاً: سنمنحك السلاح. طردت البنوك الروسية من نظام سويفت. قال البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا إنهم يؤيدون طرد بعض البنوك الروسية من سويفت، الشبكة عالية الأمان التي تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم. قصف روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية كييف. تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي عنيف في فجر الليلة الثالثة من العدوان الروسي على أوكرانيا، ونشرت شبكة العربية لقطات توضح القصف العنيف على أوكرانيا. وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا. وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس خلال كلمتها بمجلس الأمن. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هي أسباب الحرب الحقيقية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.